صباح الخير، شقام على الفيسبوك، شوام من حب الشام، شبكة أخبار سوريا، معكم نبراس. هلا نحن قبل صلاة الجمعة بحوالي ساعة ونص، يعني هلا الساعة تقريبا 11:30. مشوار أخذكم عليه أولت مبارح بالليل، وهلا عم باخذكم يوم بالنهار على الصبحية يوم الجمعة. سموا جمعتهم الموت ولا المزلة، ونحن رح نسمي الجمعة مثل ما اتفقنا بين بعضنا، القلابة ولا المرجوحة. هلا بمنطقة الميدان، وقبل شوي صورنا لكم منطقة كفر سوسة لنفي وجود أي تواجد أمني حوالين المسجد، مثل ما عم بيقول العالم إنه بيتواجدوا من قبل بليلة أو بصير طوق أمني على المنطقة. اخر مقطع حطيت لكم اياه مشروع دمار. والمقطع نزلته من عن طريق اليوتيوب لانه ما تحمل معي على الفيسبوك مثل ما ذكرت انا. نفس المشوار اللي اخذناكم اياه من يومين حناخذكم اياه هلا. نحن عند جامع الحسن، هاي الحياة بشكل طبيعي. هاي تحت الجسر عشان تطمنوا أكثر وأكثر، وهاي الكورنيش نرجع لتحت الجسر مرة ثانية. تكون العافية.